أنا يوساب عصام، شركة الأهلي صبور. إحنا شركة الأهلي صبور شركة قائمة من 1998، شريك مع البنك الأهلي، شراكة قائمة لحد دلوقتي بنسبة 40-60%. عندنا 5 مشاريع في التجمع، من أحسن مشاريع التجمع. عندنا مشروع جراند ريزيدنس، عندنا مشروع قطامية هينز في التسعين الشمالي من أحسن المشاريع هناك، وعندنا قطامية ريزيدنس برضو من أميز المشاريع في التجمع، عندنا نادي بلاتينوم، عندنا كومباوندز سكوير. اكتوبر كومباوند دارا جاردنز، وعندنا كومباوند كيفا ده اللي احنا بنبيع فيه دلوقتي. عندنا في الساحل الشمالي مشروعين، مشروع امواج. بالنسبه لامواج، عندي امواج في كيلو 136، امواج من اميز الحاجات سيدي عبد الرحمن، طبعا كومباوند قديم، كومباوند معروف، الكلاينتيل بتاعه بيجي مختاره بالاسم. انا دي اخر فيز في المشروع تماما، خلاص المشروع بالكامل سولد اوت. اخر فيز هتبقى اللي هي عند الريفات عند المول ورا. بنتكلم في شاليهات بتبدا من اول 115 متر، غرفتين نوم، اسعار بتبدا من 3 مليون لحد 4 مليون، ده الغرفتين نوم. الثلاثه نوم بنبدا من 4 مليون لحد 5 مليون. طرق السداد في امواج بتبقى 10% و6 سنين. ومشروع جايا عندي كيلو 194 راس الحكمة، المشروع كله على 280 فدان، مباني على 25% بس من مساحة المشروع، مهتم قوي باللاجونز والووتر فيتشرز، المساحات بين الفيزس وبعضها، يعني أنا زي ما بقول لك أنا باني على 25% بس من مساحة المشروع. أي مشروع ساحلي الكلاينت بيبقى البريوريتي بالنسبة له أو الأولوية بالنسبة له إن هو يبقى شايف ووتر فيتشر ولاندسكيب ومساحات خضراء واللاجونز والكلام ده كله. أسعار عندي الأوضتين نوم بتبدأ من 91 متر، بتبدأ من أسعار 2 مليون 300، بيمنت بلان بتبقى 10% والباقي على 9 سنين أو 5% والباقي على 8 سنين، 3 نوم بيبدأ من 122 متر وأسعار بتبدأ من 3 مليون ونص. مقرين للشركة، مقر اللي هو التجمع الخامس خلف سيراميكا كيلوباترا، وعندي المقر الثاني اللي هو في المهندسين أمام نادي الصيد.